إن بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني ظلت دوما حريصة على دعم كل المبادرات والآيات التي تخدم اللغة العربية، فالعربية بالنسبة لنا هي هوية وطن وأمة. وقد جسد قطاعنا هذه الرؤية في برنامج عمل يعزز حضور اللغة القرآن في المشهد الثقافي الوطني كلغة جامعة لكل الموريتانيين حاضنة لإبداعاتهم وثقافتهم وفنونهم، وهو ما من شأنه أن يضمن تعزيز اللحمة الاجتماعية ويقوي الوحدة الوطنية.